بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نعمل الخامة كرتونية، في كرتون نقدر يعني نحطه ونشوف الحين. إذا نفتح مثلا شخصية، يعني عندنا مثلا هذه الشخصية، إذا نبي علشان نعمل هذه كرتونية، في كرتون بالشلف هني، يعني في لون لاحظ في جميع الشغلات اللي نبيها. الحين إذا فتحنا الأوتلاينر، خلينا نقول مثلا الفيس، نعطي اللون مثلا. إذا عملنا رندر، خلينا نخليه من تري مثلا، اوكي. راح يطلع لنا هذا الشكل. الحين اذا نبي نعدل شوي على الكاميرا، نعطي باك جراوند نعدل عن الانفايرمنت، نقول له بالسيتنج، يعني هذه بس عشان يسرع لي، نخلي على البريفيو. اوكي، الحين عندنا فيس، نقدر نضيف له بوردر، نقدر نعطيه بوردر. لو نلاحظ هنا اعطانا BFX تون. الحين إذا نروح على الشعر مثلا، نعطيه اللون، نروح على الهات نعطيه أبيض مثلا، على الجسم أبيض مثلا، على الحاجب يعني، على الوجه ممكن نعدل شوية على اللون، بدل لا يصير أحمر يعني، تضبيطات شوية. الحين إذا أعطينا رندر، نلاحظ في أوتلاين صاير كأنه 2D. إذا لفينا الحين، راح نشوف الاوتلاين 2D effect. وعلى فكرة وايد يعني يستعملونه، وايد حلو حق التأثير الكرتوني هذه.